من هو الكاتب والمنتسب للعلم القائل بأن القرآن بأن الكلام في مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق أنه ترف عقلي، أو أن الخلاف فيه هين لنحذره؟ كثير من الكتاب، منهم على ما أذكر الجابري المغربي الحداثي، واحد من الحداثيين المغاربة، قرأت له كلام في بعض الجرائد يقول هذا، يقول إن البحث في خلق القرآن وهذا أشغل الناس، وهما وإن الإمام أحمد ما عذب وسجن من أجل أنه ينكر القول بخلق، وإنما مسألة سياسية لأنه خشيوا على ملكهم منه فسجنوه وعذبوه. هذا كلام، هذا كلام الجابري ومثله غيره. نعم. وفيه الشيخ الله المستعان أبو غدة كتب رسالة في هذا ورد عليه الشيخ حمود التويجري. يا أبو غدة يقلل من شأن هذه المسألة، يقول ما تحتمل كل هذا، فرد عليه الشيخ حمود التويجري رحمه الله برد مفحم. نعم.